أهلا وسهلا بكم طلبة جونيور 4 في الحصة الثانية من منهج الساينس، معاكم مستر جوزيف، والنهاردة هناخده Adaptation in Penguin، وهناخده مع بعض إزاي البينجوين على الرغم من إن هو عايش في مكان صعب زي اللي انتوا شايفينه دوت وبارد جدا، إلا إن هو يقدر يعيش في المكان الجليدي ده ويعمل ريبرودكشن بالكميات اللي انتوا شايفينها. بس قبل ما ناخد الادابتيشن ان بينجوين عايزين نعرفه ونفتكر مع بعض يعني ايه ادابتيشن والاكزامبل اللي اخدناه الحصة اللي فاتت. المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا وقلنا ان كلمة ادابتيشن معناها التكيف. يعني ايه التكيف؟ يعني ازاي الليفينج اورجانيزم بيظبط ظروفه علشان يقدر يعيش في المكان الصعب ويتغلب على الظروف الصعبة اللي هو عايش فيها. فبنقول adaptation it's a characteristic، يعني هي ميزة في الكائن الحي that help living organisms، بتساعد الكائنات الحية to survive. يعني ايه to survive؟ يعني to stay alive، يعني تفضل عايشة. طب وتعمل ايه؟ and reproduce. reproduce يعني تعمل ايه؟ يعني تقعد تخلف وتتكاثر، يعني يكتروا، يعيشوا ويكتروا in the ecosystem. in the ecosystem يعني in the environment where they live، في الانفايرمنت اللي بيعيشوا فيها. فلو قدروا يعملوا ادابتيشن ويتغلبوا على الظروف الصعبه اللي هم عايشين فيها هيقدروا يعملوا ريبرودكشن ويكتر عددهم ويفضلوا عايشين. طب لو ما قدروش يعملوا ادابتيشن فمش هيقدروا يخلفوا ولا يتغلبوا على الظروف الصعبه ويقعدوا يقلوا 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 لغايه ما يحصل لهم حاجه اسمها اكستنكشن، يعني انقراض. طب وايه الاكزامبل اللي اخدناه المره اللي فاتت؟ الاكزامبل اللي اخدناه المره اللي فاتت اتكلمنا فيه على الادابتيشن هو الادابتيشن ان ذا ستيرداجاما، الاجامه اللي قدامكم اللي هي الليزرد اللي قدامكم، السحليه اللي قدامكم. السحليه اللي قدامكم دي هي ديزرت ليزرد، يعني سحليه بتعيش في الصحراء، وقلنا ان هي از فروم ريبتايلز، يعني من ضمن الزواحف. وقلنا ان الاسترداجاما اللي قدامنا دي بتعمل ادابتيشن عشان تقدر تتغلب على الجو الحر جدا بتاع الصحراء. طب كانت بتعمل ادابتيشن ازاي؟ قلنا ان هي بتحافظ على جسمها بارد، keeps its body cool. طب وازاي كانت بتعمل كده؟ by finding shade. يعني ايه finding shade؟ يعني كانت بتدور على مكان ظل. فتعالوا نقرأ مع بعض الجزئية ديت اللي اخدناها المرة اللي فاتت. adaptation in استرداجاما، قلنا الاسترداجاما هي الديزرت ليزرد، is from reptiles من الزواحف، ازاي بتعمل adaptation؟ keeps its body cool، بتحافظ على جسمها بارد. ايه ده؟ يعني عرفت تتغلب على الظروف الصعبة بتاعت الصحراء. by finding shade، ازاي كانت بتعمل كده؟ ان هي بتدور على مكان ظل، finding shade during a hot sunny day، في اليوم المشمس الحر. احنا دلوقتي هنسيبوا الصحراء خالص ونروحوا على living organism تاني هو البينجوين، والبينجوين بيعيش في مكان متجمد، يعني في جو بارد جدا كأنه عايش في فريزر، على عكس الاسترداجاما اللي كانت بتعيش في جو حار جدا. بصوا كده على الصورة اللي قدامكم، انتوا شايفين ايه؟ شايفين راجل لابس حاجات كتيرة عشان يقدر يعيش مع البينجوين وعشان يقدر يقعد معاه في الجو اللي هو قاعد فيه، إنما البينجوين نفسه مش عامل كده. وآدي قدامنا راجل تاني قاعد برضه قدام البينجوين لابس هدوم كتيرة جدا عشان يقدر يتحمل السقعة والجو البارد قوي اللي عايش فيه البينجوين. طب الصورة اللي قدامنا دي بتوضح لنا إيه؟ بتوضح لنا أعداد كبيرة جدا وضخمة من البينجوين على الرغم من إن هم عايشين في مكان بارد جدا. يعني دول قدروا يعملوا إيه؟ قدروا يعملوا adaptation، يعني قدروا يتأقلموا مع الظروف اللي هم عايشين فيها ويتغلبوا عليها، وكمان يعملوا reproduce يعني يتكاثروا، يعني يخلفوا ويكتروا على الرغم من الجو الصعب البارد قوي ده. طب ازاي البينجوين يقدر يعيش في المكان الصعب قوي ده، الفريزر اللي هو قاعد فيه ده؟ اكيد البادي بتاعه في حاجة مميزة عن البادي بتاعنا، وهو ده اللي ساعده ان يعمل adaptation في البولر ريجين. يعني ايه بولر ريجين؟ يعني مكان قطبي. هنعرفه دلوقتي يعني ايه مكان قطبي. في الاول بس عايز اسألكوا سؤال، ايه اللي يحصل لو انت كده برجليك الحافية دي كده مشيت على تلج زي التلج اللي بيمشي عليه البينجوين؟ عارفين ايه اللي هيحصل؟ بيقول لي you would lose feeling، هنفقد الشعور خالص in your toes، هنفقد الشعور خالص في الصوابع بتاعت رجلينا after a couple of minutes، يعني بعد دقيقتين. تاني كده نقرا الحته دي، بيقول لي if you hold ice in your hand، شلت حبه تلج في ايدك، or
You stand on ice in bare feet. يعني وقفت على التلج برجلين حافية. إيه اللي هيحصل؟ مش هنحس بصوابعنا، رجلينا هتتجمد، مش هنقدر نستحمل السقوعية دي بعد إيه؟ couple of minutes، يعني دقيقتين. طيب هو إيه أصلاً المكان اللي مليان تلج دوت اللي بيعيش فيه البينجوين؟ عايزين نتعرفوا دلوقتي على حاجة اسمها penguins habitat. habitat يعني the natural home. natural home يعني الموطن الأصلي اللي بيعيش فيه living organism. يعني إيه الموطن الأصلي؟ يعني لو حضرتك حبيت تدور على بينجوين لازم تروح مكان فيه تلج، ده المكان الأصلي اللي بيحب البينجوين يعيش فيه. عمرنا ما هنروح ندور على بينجوين في غابة، عمرنا ما هنروح ندور على بينجوين في ديزرت، لازم يكون مكان متلج، هو بيحب يعيش في المكان ده. فالمكان الأصلي اللي بيعيش فيه الليفينج أورجانيزم بنسميه هابيتات. طيب نلاقي البينجوين فين بالظبط في الأرث؟ بنلاقيه في مكان متجمد اسمه أنتاركتيكا. نقوله كده مع بعض، المكان اللي بيعيش فيه البينجوين اسمه ايه؟ أنتاركتيكا. أنتاركتيكا ديت هي عبارة عن بولر ريجيون. يعني ايه؟ يعني منطقة قطبية عند القطبين، واحد من القطبين اللي هو الساوث بول، القطب الجنوبي. عارفين يعني ايه قطبين اصلا ومين هو القطب الجنوبي؟ تعالوا نشوفه مع بعض. ادي قدامنا كده منظر الجلوب، يعني الكرة الارضية دي، الارث اللي احنا بنعيشه عليها. المكان اللي فوق ده، الطرف بتاع الارث اللي فوق ده، ده بنسميه the north pole، يعني القطب الشمالي. pole يعني قطب، يعني طرف. المكان اللي تحت هنا ده بنسميه the south pole، يعني القطب الجنوبي. في الساوث بول بنلاقي مكان متجمد اسمه أنتاركتيكا. يبقى أنتاركتيكا اللي هنلاقي فيها البينجوين موجودة في الساوث بول في المكان ده. وبيقول لي حبايبي ان الأنتاركتيكا ديت is one of the coldest places on the earth، دي واحدة من اكتر الاماكن شديدة البرودة على الارض. لكن على الرغم من كده البينجوين بيقدر يعيش في الفريزر ده اللي هي أنتاركتيكا. ازاي البينجوين بيقدر يقف على التلج برجليه كده ورجليه ما تتجمدش زي ما رجلينا كانت بتتجمد؟ فحضرتك هتقولي انا عرفت، البينجوين دوت من البيردز وهو حيطير علشان ما يقدرش يقف كتير على التلج. هقولك لا، في الحقيقة ان البينجوين هو ما يقدرش يطير. It cannot fly like birds. هو من البيردز بس هو ما بيقدرش يطير لان جسمه بيبقى تقيل والجناحات بتاعته بتبقى ضعيفة، مش بتقدر تخليه ان هو يطير. طب هل مثلا البينجوين في رجله هو لابس حاجة مثلا بتساعده ان هو تحميه؟ في الحقيقة لا، بيقول لي penguin has no feathers، يعني حتى ما عندهوش ريش في رجله علشان يحميه. A penguin has no feathers on its feet. وبيقول لي and it cannot fly like birds زي ما احنا قلنا. بيقول لي but it can stand on ice all day، يقدر يقف على التلج طول اليوم without freezing، من غير ما تتجمد. حاجة غريبة، ليه الكلام دوت؟ تعالوا نبتدوا نعرفوا بقى ايه السر ورا الحكاية دي. تعالوا نتعرفوا مع بعض دلوقتي على the adaptation in penguin، ازاي جسمه بيتدفى وازاي رجليه بتتدفى وصوابعه ما تتجمدش. هتكلم على its body، جسمه ازاي هو بيتدفى، its feet toes، ازاي صوابع رجليه مش بتتجمد وبتفضل دافية. في الحقيقة لو بصينا على البينجوينز بادي هنلاقيه انه هو covered with downy feathers. يعني ايه downy feathers؟ يعني ريش ناعم. اهو بنلاقي feathers كده عند ظهره وfeathers كمان عند ايه؟ بطنه. في feathers white feathers وblack feathers. والdowny feathers اللي احنا شايفينها قدامنا دي اول طبقة بتحميه من البرودة الجامدة اللي موجودة في انتاركتيكا. طيب سؤال، هل الdowny feathers دي لوحدها كافية ان هي تحافظ على جسم البينجوين ان يبقى دافي؟ انا هسأل سؤال، هل انتوا في الجو الساقع بتاع الشتاء بتكتفوا ان انتوا تلبسوا حتة واحدة كده وخلاص وتنزلوا؟ يعني مثلا بتلبسوا بلوفر مثلا وتنزلوا؟ اكيد لا، ده ماما مش بتسيبنا، ده ماما لازم تلبسنا 18 حتة كده فوق بعض عشان نعرف نتدفى. يعني نلبس البلوفر ونلبس البلوفر فوق بلوفر تاني ونقول لها يا ماما خلاص احنا خلاص اتدفينا، تقول لا ابدا لازم نلبس كمان جاكيت فوقيه
ونلبس كمان كاب على راسنا، ونلبس كوفية، ونلبس حاجة تدفي ودان، نلبس 17 حتة علشان ايه؟ نعرف نتدفى وماما مش بتسيبنا. هل الداوني فيزرز ديت هتبقى كافية ان هي تدفي جسم البنجوين؟ قال لي لا طبعا. تحت البنجوينز فيزرز، تحت الريش بتاع البنجوين، في طبقة تانية تخينة من الدهون. في تحت الفيزرز بنلاقي layer of fats، layer of fats يعني ايه؟ يعني طبقة دهون. طبقة الدهون ديت اولا هي خليته تقيل زي ما انتوا شايفين كده، بيبقى حركته تقيلة، وغير كده كمان ان الطبقة ديت هي اللي بتساعده في ان هو يفضل دافي، وما بتخليش الجو الساقعة توصل لجسمه، ما بتوصلش كمان للسكن. فعندنا طبقتين بيحموا البنجوين من الكولد اير، اللي هي اللاير اوف فاتس دي اللي من جوه، ومن بره كمان في ايه؟ داوني فيزرز. فنقرا كده مع بعض، بيقول لي its body gets warm، يعني بيتدفى by a layer of fats. دي اللي من جوه ولا اللي من بره؟ لا دي اللي من جوه، ماشي؟ عنده طبق الدهون بتحميه من جوه من الايه؟ من الكولد اير. and the thick downy feathers، يعني ايه thick downy feathers؟ يعني ريش ناعم وكمان تخين كثيف، يعني كتير قوي. التو لايرز دول، اللاير اوف فاتس والثيك داوني فيزرز، هما اللي بيخلوا البنجوين يقدر يعيش في الظروف الصعبه ويعمل ادابتيشن وكمان يعمل ريبروديوس ان هو يخلف. طيب البادي بتاع البنجوين عرفنا ان هو gets warm by a layer of fats and thick downy feathers. طب ايه اخبار رجليه اللي ما فيهاش فيذرز وما فيهاش فاتس؟ بصوا لي كده على صوابع البنجوين ورجلين البنجوين، ده في هنا كده فيذرز، هنا نو فيذرز. الفيذرز اهو، الفيذر في البادي بتاعه، لكن هنا في الفيت مفيش فيذرز. ازاي بيقدر يقف على التلج دوت من غير ما يتجمد؟ حاجه غريبه. السر في ان البنجوينز فيت doesn't freeze هي البنجوينز بلود. السر ورا ان رجلين البنجوين مش بتتجمد هي البلود بتاعه. ازاي؟ تعالوا الاول نسترجع معلومه ان البلد بيمشي جوه جسمنا في حاجه اسمها بلود فيسلز، انابيب كده بتبقى جوه جسمنا. الانابيب ديت بيمشي فيها البلد، ماشي؟ الانابيب ديت اسمها بلود فيسلز. يبقى عندنا تيوبز اسمها بلود فيسلز، وعندنا بيمشي جواها البلد. تاني، التيوبز اسمها بلود فيسلز، لكن اللي بيمشي جواها هو البلد. اهو نقرا مع بعض، بيقول لي بلود فيسلز هي عباره عن تيوبز in which blood moves، هي عبارة عن أنابيب بيتحرك فيها البلد. طيب دلوقتي حبايبي، في جزئين دلوقتي من البلد موجودين في البنجوينز بادي. في جزء من البلد موجود فوق في البادي بتاعه هنا، وفي جزء تاني من البلد موجود في رجليه. ايه الفرق ما بين البلد اللي موجود في جسمه فوق واللي موجود في الفيت؟ في الحقيقة الفرق ما بين البلد اللي موجود في الجزئين دول هو التمبريتشر، يعني درجة الحرارة. البلد اللي موجود في البنجوينز بادي من فوق طبعا بيبقى متدفي ولا ساقع؟ ها المفروض تكونوا عارفين. طبعا عندنا هنا فيذرز وعندنا فاتس، فيذرز وفاتس، دهون وريش. ها يبقى البلد اللي موجود فوق دوت وورم ولا كولد؟ اكيد وورم، بلد متدفي. طب والبنجوينز فيت موجوده تحت، ما عندهاش فيزرز وما عندهاش فاتس، يبقى المفروض البلد اللي موجود في الفيت، في البنجوينز فيت، ماله؟ هو كولد بلد. وفي الحقيقه البنجوينز فيت ديت بتتدفى بطريقه غريبه. ايه الطريقه الغريبه ديت؟ ان الوورم بلد اللي جاي من فوق، الوورم بلد اللي جاي من فوق وبيمشي في البلد فيسلز اللي انتوا شايفينها اهو، الانابيب اللي قدامنا دي اسمها ايه؟ بفكركم اسمها بلد فيسلز. ففي warm blood جاي من فوق من البادي ونازل لتحت. هنا في ايه؟ warm ولا cold blood؟ هنا اتفقنا في cold blood لانه واقف على السنو. فالwarm blood لما يتقابل مع الcold blood ايه اللي هيحصل؟ احنا شايفين هنا ان blood vessels ايه اللي حصل لها؟ blood vessels هنا متكعبلة حوالين بعض، blood vessels ملفوفة حوالين بعض في رجلين البنجوين. blood vessels اللي موجودة في رجلين البنجوين بتبقى بالشكل ده، متكعبلة حوالين بعض كده، لكن مش بتبقى بالشكل ده، ماشي؟ طب ايه الميزة اللي في الشكل ده؟ ان لما البلود فيسلز اللي فيها warm blood بتتقابل مع الكولد blood vessels ويلفوا حوالين بعض، بنلاقي ان warm blood vessels heat up the cold blood vessels. لما بيلفوا مع حوالين بعض كده بنلاقي ان warm blood vessels بتسخن الكولد blood vessels، وبالتالي
البلاد اللي هينزل لرجلين البينجوين هيبقى ماله؟ هيبقى وورم ولا كولد؟ احنا نازل لنا من فوق وورم بلاد، فهيبقى البلاد اللي نازل من فوق هيبقى وورم بلاد ذات هيتس اب ذا بينجوينز فيت، يعني هيدفي وهيسخن رجلين الايه البينجوين من غير ما يحتاج لفيذرز او لفاتس. طب سؤال انتم ممكن تسالوه، هو اشمعنى الورم بلاد فيسلز هي اللي سخنت الكولد؟ ليه ما ينفعش نقوله ان الكولد بلاد فيسلز اللي تحت ديت هي اللي ممكن تسقع الورم بلاد فيسلز؟ ليه البلاد الدافي هو اللي عمل وورمينج للكولد؟ ليه ما قلناش ان البلاد السائع هو اللي سقع الدافي؟ ليه ما ينفعش العكس؟ في الحقيقة اجابة السؤال دوت موجودة في الصورة برضو اللي قدامكم. بصوا البينجوينز بادي قد ايه، المكان اللي فيه الفيذرز والفاتس قد ايه، مكان كبير جدا، يعني كل المكان دوت وورم بلاد، فيه وورم بلاد. طب تعالوا نبصوا كده على البينجوينز فيت، البينجوينز فيت قد ايه؟ الحتة دي بس هي اللي فيها الكولد بلاد. يا ترى مين يغلب مين؟ هل الورم هو اللي يغلب الكولد ولا الكولد اللي يغلب الورم؟ اكيد الورم هو اللي هيتس اب ذا كولد بلاد فيسلز، اكيد ما ينفعش نقوله الحبة الساقعين دول هم اللي هيسقعوا الجسم ده كله، اكيد الجسم ده كله هو اللي هيدفي الرجلين السقعانه. تعالوا نشوفوا مع بعض كده تاني في الفيديو اللي قدامنا دوت ازاي البينجوينز فيت بتقف على التلج وفي نفس الوقت ما بيحصل لهاش فريزنج. ادي البينجوين اللي قدامنا هو بيتمشى وزي الفل وما بيحصلوش فريزنج، ليه؟ لان زي ما احنا شايفين كده قدامنا ان الوورم بلاد فيسلز بتنزل من فوق بالوورم بلاد، لكن الكولد بلاد فيسلز بتطلع الكولد بلاد لفوق، والاتنين بيتقابلوا مع بعض وبيبقوا متشابكين مع بعض زي ما انتوا شفتوا كده في الفيديو، عشان السخن يسخن السائع، عشان الوورم بلاد فيسلز هيت اب ذا كولد بلاد فيسلز. تعالوا نقرا مع بعض الجزئيه ديت. فبنقولوا ان البينجوينز توس جت وورم اس فولوز، بتتدفى بالطريقه اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. بنقولوا ان البلاد فيسلز ان ذا بودي، البلاد فيسلز اللي موجوده فوق في البادي اللي متدفي ده بتجيب ايه؟ بتجيب كولد بلاد ولا وورم بلاد؟ اكيد هتجيب ايه؟ وورم بلاد، لان احنا اتفقنا ان البادي فيه فاتس وفيه فيذرز، فهتجيب وورم بلاد. طب هتنزله ازاي؟ هتنزل البلاد تحت لرجلين الايه؟ البينجوين، داون تو ذا فيت. يبقى الوورم بلاد بينزل داون. طيب العكس بقى بيحصل عند الايه؟ عند الفيت. بنقولوا ان البلاد فيسلز اللي موجوده عند الفيت دي واقفه على ايه هنا؟ دي واقفه على سنو، واقفه على جليد، يبقى اكيد عندها بلاد سائع جدا. فبنقولوا برينج كولد بلاد، هتجيب الايه؟ الكولد بلاد اب، هتطلعه لفوق. وبعدين ايه اللي بيحصل؟ بنقولوا ذيز فيسلز ويف اراوند ايتش اذر. يعني ايه ويف اراوند ايتش اذر؟ يعني متشابكين حوالين بعض، مشبوكين في بعض، ملفوفين حوالين بعض عشان يلمسوا بعض، والورم يدفي السائع. فبنقول so the warm blood vessels heat up the cold blood vessels. يبقى نقولها تاني باختصار، الورم بينزل لتحت، الكولد بيطلع لفوق، بيتقابلوا مع بعض، والورم blood vessels heat up the cold blood vessels. احنا كده يا حبايبي عرفنا ازاي البينجوين على الرغم من ان هو بيعيش في المكان القطبي اللي اسمه انتاركتيكا اللي موجود في الساوث بول، ازاي بيقدر يتغلب على الصعوبات ديت ويعمل ادابتيشن، وبالتالي يقدر يكتر ويعمل ريبروديوس ان هو يتكاثر وما يحصل لهوش اكستنكشن يعني انقراض. عرفنا ازاي جسمه بيتدفى، عرفنا ازاي رجليه بتتدفى. تعالوا دلوقتي مع بعض نحل شوية أسئلة على الأدابتيشن إن بينجوين. فعندي هنا سؤال true or false بيقول لي penguins feet، رجلين البينجوين are covered with feathers، رجلين البينجوين متغطية feathers to keep them warm، عشان تحافظ عليهم متدفيين. true or false؟ خلي بالكو السؤال هنا في مقلب، هو معاه feathers في feathers، بس الفيذرز دي موجودة فين؟ في الفيت؟ ها؟ ايوه كده، الفيذرز اكيد مش موجوده في الفيت، الفيذرز ديت موجوده في البادي، لكن الفيت احنا قلنا هي مش متغطيه بفيذرز. امال كانت بتتدفى بايه طيب الفيت؟ قلنا كانت بتتدفى بالورم بلاد اللي بينزل من فوق. ها يبقى السنتنس اللي قدامنا دي تعالوا نقروها تاني، بيقول لي penguins feet are covered with feathers to keep them warm، عشان تحافظ عليهم متدفيين. ها true or false؟ اكيد false. طيب السؤال اللي بعده choose بيقول لي ايه؟ in penguin's body
هنا بيكلمني على الايه بقى المره دي؟ على البادي. بيقول لي the layer of fat، طبقه الدهون، and the thick feathers، والريش الكثيف التخين. بيقول لي prevent يعني بيمنع الفاتس والفيذرز، بيمنعوا ايه؟ away from the skin، بيمنعوا ايه؟ بعيد عن الجلد بتاع البينجوين. يا ترى بيمنعوا الكولد اير، ولا بيمنعوا الانسكتس يعني الحشرات، ولا بيمنعوا الروكس يعني الصخور، ولا بيمنعوا الهوت اير؟ يا ترى دول موجودين عشان يعملوا ادابتيشن ازاي للبينجوين؟ ايوه، ان هم يحافظوا على جسمه متدفي، يعني يمنعوا الكولد اير. كده يا حبايبي حصتنا انتهت، اللي اخدنا فيها ازاي البينجوين بيقدر يعمل ادابتيشن ويتغلب على الصعوبات ويتأقلم مع الظروف الصعبة في المكان السائع جدا اللي اسمه انتاركتيكا. عرفنا ازاي جسمه بيتدفى بالفيذرز وبالفاتس، وازاي التوث بتاعته بتتدفى عن طريق الورم بلاد اللي بينزل لتحت ويتقابل مع الكولد بلاد اللي طالع لفوق. هستناكم في الحصة الجاية تتابعونا في ادابتيشن في ليفينج اورجانيزم تاني. باي باي.